أنا اليوم مسافرة رايحة على دبي وتاركة أمريكا، سو يا راجعة على دبي أخذت جايز كل الأغراض، مش كل أغراضي، تقريباً 90% من أغراضي. ماما خلاص، ماما خلاص، ماما 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 ليش تبجين؟ هي فرغت غرفتك. فرغت غرفتي؟ بس عادي ماما، مو راح تجون وراي، مو احنا قررنا ننقل واخذنا بيت اوريدي هناك، يعني هذا الشغلات اللي صارت هسه احنا ما نقدر نتحكم بيها. بس ليش تبكين عادي ماما؟ ليه الدموع؟ ليه الدموع؟ ليش الدموع؟ تعبت من الراحه والفراق والسفر والغربه وكل شكره. هي ماما بالنسبه لها هالمره غير، لانه بالعاده اني اخذ جنطه واحده واسافر وارجع، بس هالمره اخذت جنطه هواي، فغذت اغراض هواي. جايز خليني احكي لكم شو اللي صار بعد حادث وليد. يعني وليد صارت كثير امور، فماما لازم تظل هنا عم تحل هاي الامور. فاني اوريدي بيت اخذنا بدبي، لازم اروح اكمل اوراقه، عفت اوراقه عن نص الاقامه، كل هالامور. فصرنا بين شغلتين بس ان شاء الله تخلص وتنحل وينلم شملنا وننجمع. يلا حبيبي خلص، توصل بالسلامة إن شاء الله. تخيلوا انا وين جايز، انا بميشيغان، اجيت على امريكا، سافرت على امريكا لفاجئ ماما بعيد ميلادها. طبعا ماما بتعرف انه انا هون، الشخص الوحيد اللي بيعرف هي بنين هلا جايه تاخذني، بس ما قالت لماما انه جايه تاخذني، وانا ما نشرت لا على انستغرام لا على يوتيوب لا على اي مكان انه انا مسافره. يعني حتى انتم ما بتعرفوا انه انا هلا بامريكا، لانه عن جد كان بدي فاجئ ماما مفاجاه كتير كبيره. هلا بنين جايه تاخذني، بدي اروح بعدين اشتري هدايا واسس لماما، وبعدين حنروح سوا نشوف يعني المفاجاه وردة فعلها. المطار كتير فاضي، ما في غير كم شخص قاعد هون ناطر حدا يجي ياخذونه. تحديث، بعتقد انه بنين نسيت انه اختها ناطرتها بالمطار. بنين اجت، ما بعرف ليه انتم هالقد قراب، بس بنين اجت وهلا انا طالعه روح لعندها. افتح اي شايفين بخاف مني. اخيرا اجيت على ميشيغان، انا كثير بحب ميشيغان، ما بعرف اذا انتم بتعرفوا هالشيء، بس كثير بنبسط بس اجي على ميشيغان. سو ياي لقيت بنين جايز. استنوا خليني احط الكاميرا عليها، خليني احط الكاميرا عليها. الشنطة يلا شو بدك؟ كيف حط الشنطة؟ خليكي برا انت وياها. لا بردي شوي، بردي يلا اطلعي. في واحد وراها عم بيمشي. يلا اطلعي. رجال عم يمشي في سبيل حاله، اليوتيوبر، في حدا بيخوف عم يلحقني. ليك السيارة بلشت تزمر. بني نو من امتى هيك بتسوقي ها؟ وانا اللي مأمنة فيك بعدك. بنين السما قدها حلوه. قبل ما نكمل بالفيديو خليني احكي لكم عن اونر واد جي اس برو، اللي هي الساعه الجباره هاي. هاي الساعه كتير حلوه جايز، بتجنن. اول شيء تصميمها كتير رائع، غير عن هيك في اكثر من 100 ورك اوت، 100 تمرين مختلف فيكم تحطوا معلوماته ويعطيكم كل المعلومات التامه عن اي تمرين انتم بتفكروا فيه. غير عن هيك جايز فيها ميزه انه بتقلكم الطقس، يعني اذا في عاصفه جايه بتنبهكم في عاصفه او في مطر جاي. كمان فيها ميزه الجي بي اس راوت باك، يعني اذا ضعتوا انتم مثلا برات البيت وعم تمشوا وضعتوا بترجعكم لنقطه البدايه، يعني اذا طلعتوا من بيتكم بترجعكم على بيتكم، سو ما بتضيعوا ابدا وانتم لابسين هالساعه. بتقيس لكم ضغط الدم، دقات القلب، وكل التفاصيل، كم ساعة نمتوا، النوم، كل شيء بتفكروا فيه موجود بهي الساعة الخيالية. وسعرها بجنن أكتر، كتير السعر بجنن، خصوصا هالفترة استفادوا من عروض أونر الموجودة. وبما أنه عم نحكي عن أونر لازم أحكي لكم عن تليفون أونر 10X لايت. هذا التليفون بجنن جايز، كاميرته روعة، كاميرته أول شيء بتجنن، الكاميرا الليلية، الكاميرا بالنهار، عنده ميزات بالتصوير بتجنن. كمان فيه خاصية السوبر تشارج، اللي هي خاصية جايز بتشحن لكم 50% من تليفونكم خلال نص ساعة بس، يعني بتشحن لكم بسرعة تليفونكم. وكمان بطاريته بتجنن، يعني فيكم تسمعوا موسيقى، تعملوا اللي بدكم اياه، كل اليوم بتضاينكم هالبطارية. وديزايناته وتصاميمه والوانه بتجنن. اونر 10X لايت هذا التليفون روعة وسعره أحلى بكتير كمان. فهدول الاثنين حاليا ما بعيش بلاهم. لا تنسوا تشوفوا تفاصيل اونر
اونر، الساعة هي اللي بتجنن والتليفون هذا الرائع. كل التفاصيل بصندوق الوصف تحت. اول شيء اجيت اشتري ورد لماما، صار في عندنا كثير خيارات صراحة، ما بعرف اي واحد. جبنا الورد جايز، وهلا رايحين نجيب كيك لانه مثل ما قلت لكم عيد ميلاد لماما. سو يا كيك، وقد ايه الكيك حلو. قررت جيب هاي الكيكة، هلأ منظرها ما مبين لأنه مغطاية بس كتير شكلها حلو من جوا، وهي كيكة ماما المفضلة اللي هي Red Velvet. أنا وين؟ Guys! Oh my god! بابتنا! بابتنا guys! Oh my god! Oh my god! Oh my god! أنا كتير 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 مبسوطة، كتير مبسوطة. على فكرة الجو تلج بميشيغان، في تلج بالأرض، خلينا ننزل ونفاجئ ماما بسرعة. هلو سو أنا هلأ جاهزة، حنروح ندق الباب على ماما. أنا كتير متحمسة. دقي الباب، دقي أكتر، دقي أكتر. أوه مفتوح مفتوح. هاي ماما. هاي ماما. تأخرتي. نو سوري. هذه باج ترى كنا وقع زيت ومسحناه. زيت دباج الزلقين مسحناه هسان. ماما صديقتي جاية وياي. مين؟ ماما متوقع انا شنو رح اجيب نور؟ لا ما متوقع. مفاجأة. لك الحمد لله. شو قاعد اصلي بقى هسه جاي بعدني، هسه بعدني ما خلصت، قلت ادعيت تو جبتها من المطار وجبنا كيكة وهاي وجينا. سبحانك يا رب، ليش ما قلتي لي ما راح وياك؟ ليش ما قلتي لي ما راح وياك حبيبي؟ دوم هاي دوم دقايقكم دوم هيك تسووا. الحمد لله اجت. اي نور ادخلي. هلا 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 بنور. هلا متحمسة انك رجعتي للبيت؟ اوكي جايز، لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو، تشتركوا بالقناة، كتير كتير حطوا هيك حب على هذا الفيديو لانه صرنا فترة انا ونور عم نخطط هذا الفيديو، لانه نور كانت بدبي وهلا اجت، واحنا هي بالطيارة عم ترسل لي بنين، رح تجي بنين، رح تجي بنين، لا تأخري لانه كنا كتير متحمسين انه نفاجئ ماما. فحطوا لايك كتير كبير للفيديو، اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس ودعموا نور وحطوا لها كتير هيك حب. ليش عم تقولي؟ حطوا ديسلايك لهذا الفيديو، حطوا ديسلايك. شو عم تصوري؟ انتوا متخيلين قد انا مبسوطه، قد انا فرحانه جايز والله العظيم. يعني او ماي جاد، او ماي جاد، او ماي جاد، قد ايه يعني خططت لهالشيء جايز. كثير قصيره نور. اشتركوا بالقناه، فعلوا جرس، حطوا لايك، وترقبوا فيديوهات بتجنن قادمه لانه صرت من ميشيغان. اوكي خلاص خلاص، انا كثير تعبانه لانه الرحله كانت تقريبا 16 ساعه وبعدين ساعتين، شيء 18 ساعه ومش نايمة منيح وماما عم تندهلي، فلازم روح. اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس كل شيء. انا نور ستارز، بحبكم، خيرات الله، وبشوفكم وين وامتى بالفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.